بايدن. If you don't help me, I will jump. I will انتحر. I not joking with you. بالمختصر، هذه رسالة عراقية عاجلة بلسان شاب ينطق عن المحرومين في زمن الفساد والظلم والجوع. The كهرباء in Iraq no good. Trump, please help. Please help, please. Please, because تلقت روحي والقرآن تلقت روحي. علي عادل منذ عهد ترامب وحتى عهد بايدن يوصل الحكاية بإنجليزيته الموجوعة بالعراقية. وهاي مو وضعية بايدن، وذاتك والله مو وضعية، وأنا تعبت ترى، خوش قلبي نفسيتي منتهية. بايدن دبل هيلب مي، مو نوت هيلب مي ون دبل. الرسالة وصلت فردت أمريكا على لسان مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية في واشنطن جو هود. حبيبي علاوي لا تغمز من الستاح، بليز وي ان امريكا لاف يو، في امريكا نحبك، لا تغمز. اي ام نوت جو بايدن، انا جو هود، انا مسؤول الشرق الاوسط في وزاره الخارجيه في واشنطن. الحياه ثمينه، ممكن نجعلها افضل سويه على العراقيين والامريكان. نحن نساعدكم لقتال داعش واعاده بناء العراق. العراق يحتاجك، لا تحسن، انتخب. لا تغمز يا علي، فالعراق يحتاجك، لكن علي أوجزها ألما وحرقة في القلب. على الرغم من أن الخلاف الآن على الباتشا التي وعد بها جهود، لكن علي لا يحبها، إلا أن لسان حاله يقول من علي إلى أعظم دولة في العالم هنا العراق. Helping Iraq, please helping Iraq. Iraq was sad, not heavy.